موارد مائية ومنابع تسخر بها ولاية بيجاية، وعليه إجراءات اتخذت من أجل استغلال أمثل لهذه الموارد على غرار سد أغيل أمدة وشلالات كفريدة. سد أغيل أمدة لأخذ عدد معين من الإجراءات لتوفير المياه لصالح المواطنين القاطنين في البلديتين، وكذلك حماية السد من بعض المياه خاصة القذرة. شلالات كفريدة فكرنا باش هذه المياه وهذا القدرة يعني المائية الكبيرة باش نستغلها ونوزعها على المواطنين. المنبع الأزرق مصدر يزود بجاية بقدرة 20,000 متر مكعب يوميا، تدابير لحمايته من مياه الأودية، وكذا مشاريع تخص حماية السدود وتأمينها. هي إعادة تجديد القناة الرئيسية اللي تجيب المياه الصالحة للشرب من لا سورس بلو إلى مدينة بجاية، اللي رايحين إن شاء الله عن قريب انطلقت الدراسة، وعن قريب رايحين نقوموا بتجديدها على طول تقريب 11 حتى 18 كيلومتر. هناك سدين على مستوى السد صغير ومنبع كبير كاسكاد على مستوى الولاية، هذه المياه تقدر تنفع بطريقة يعني تريز امبورتونت باش نرونفورسيو ليمونتاسيون بوطاب تاع لي سيتويان تاع بيجاية. راح نبعثوا في هذا الاسبوع بعثة تاع مختصين راح يقوموا بدراسة ميدانية باش نثمنوا هذا المورد. كما تسجل الولاية مشروع محطة لتحلية مياه البحر بمنطقة التوجة بقدرة 50,000 متر مكعب يوميا، قابلة للتوسيع إلى 100,000 متر مكعب.